شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم مبروك. انتم ما تسمعوا في الرف ماج، مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة ونص، نمشي وتتسويت للبوكس نيوز. بوكس نيوز نحكيه على رئيس الجمهورية قيس سعيد، وتقول لي سونيا ما نحكيه السياسة، وتصور الإعلام ما يقاطع السياسة ويقاطع الرئيس، معناه والرئاسة والحكومة، شو باش نحكيه؟ أنا قلت ليه، قلت ثلاثة أيام بلاش إعلام، ليه تخيل اللي يتذمروا من الإعلام، خلي يتذمروا من الإعلام الكل يقولوا لنا شنو رأيهم، ثلاثة أيام بلاش إعلام، فماش لا جرايد لا تلفز لا راديوات لا حتى شيء. البارح كان فما مجلس وزاري وتم المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2022. من أبرز الحاجات اللي قالهم الرئيس قيس سعيد أنه شباب تونس هو ثروة، ولكن للأسف ثروة مهدورة، أحكي زيدا على مؤامرات واختيال، خلينا نسمع. وأقولها على رؤوس الملأ، ما يدبر في تونس من مؤامرات تصل عند اقتراحات بعضهم إلى حد الاغتيال، ولينتبه التونسيون والتونسيات إلى ما يدبر اليوم من قبل بعض الخونة والذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين. نحن لا تهمنا الحياة، بل يهمنا أن نكون في مستوى الثقة التي أعطانا إياها الشعب. نحن على علم بما يدبرون في الداخل وفي الخارج، وهناك مكالمة هاتفية السيد وزير الداخلية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال. كما حكى زيدا على نور الدين الطبوبي البارح حكينا عليه، والرسالة اللي وجهها لنور الدين الطبوبي قال من تحبوا كسر عظام خلينا نمشي وكسر عظام، جاوب الطبوبي سي قيس سعيد خلينا نسمعوه. دولة تتوفر فيها كل الإمكانات ولدينا كل الإمكانات، دولة للأسف في ظل هذه الأوضاع فقيرة ولكن في بلاد ثري، أنت بوفر دونز ان بي ريش. نحن نريد العظمة لبلادنا، نريد أن نموت موت العظام ولا نتحدث عن كسر العظام. لا أريد أن أتحدث عن كسر عظم أي كان، ولكن لينظروا في القواميس بين العظمة والعظام. كما حكي زيدا على شنو يستحقوا التوينسة، شنو ناقصهم، ما همش مستحقين الناتج الداخلي الخام، ليه مستحقين حاجة أخرى. نحن في حاجة إلى تطهير البلاد، في حاجة إلى أن يكون لكل مواطن الحق في أن يعيش محفوظ الكرامة حرا، كما قلتها وأعيدها في المرة الأخرى، نحن لسنا في حاجة إلى الناتج الداخلي الخام، نحن في حاجة إلى السعادة الداخلية الخام، لو بونور ناسيونال بروت. انا موافقتك سيد الرئيس، بالحق نحن في حاجه الى السعاده زيادة بخلاف الفلوس، والفلوس هي اللي تصنع السعاده. دونك هذا كان كلام الرئيس قيس سعيد. برهان بسايس، شنو رايك في اللي قالوا الكل؟ ابدي لي بالنقطه بالنقطه، واحده واحده باش نفهموك. هو اهم شيء شفناه في الاشراف الرئيس على مجلس الوزراء انه الموضوع الرئيسي الى اليوم مانيش عارفين عليه حد شيء، خاطر هو اجتماع على مجلس الوزراء للمصادقة على شنو؟ مش على محاولة الاغتيال، مش على السعادة الخام، على قانون المالية. في قانون المالية التوانسة إلى اليوم ماهوش عارفين شنو فيه هذا قانون المالية. إذن ما المحتوى المضمون اللي هو يهم مستقبل حياة التوانسة، أنا اليوم حتى التوا مانيش عارف شنو اللي باش يغلى، شنو اللي باش يرخص، نسبة الضرائب، المؤسسات ما همش عارفين، المستثمرين ما همش عارفين، ما نعرفوا حتى شيء. اللي نعرفوه مجموعة من المعطيات كالعادة غير ذات علاقة بالموضوع الأصلي اللي هو الميزانية، تحدث عنهم الرئيس في الحقيقة مش المرة الأولى، تحدث عليهم يعني تقريبا للمرة الخامسة أو السادسة. أولا محاولة اغتيال، محاولة اغتيال، وهنا اللي تبع كلام الرئيس اللي هو كذا، محاولة اغتيال الرئيس يقول انهم متورط فيها بعض الخونة المرتبطين بالمخابرات الأجنبية. معنى المرة هذه حسب ما يحكي الرئيس اللي يفهم كلامه واللي يتبع كلامه والجمل متاعه، محاولة الاغتيال هذه مش فقط تنظيمات إرهابية بل عندها علاقة بمخابرات أجنبية، والمخابرات الأجنبية يعني دول أجنبية، يعني فما دول أجنبية للرئيس معلومات أنها تتآمر لاغتيال بعض المسؤولين. ولهنا بقات في الصيغه المبهمه، راهي الصيغه الغامضه، الرئيس ما قالش اغتياله هو، اغتيال مسؤولين اخرين، قال وزير الداخليه ان رصدنا مكالمه، معناها مكالمه تتحدث حتى على نهار الاغتيال.
أعتقد أنه الكلام هذا المتواتر الذي أصبح كلام يعني معناها معناها مكرر مش أول مرة، محتاج أنه يتم توضيحه. يا ما سيد وزير داخلية من المفترض يخرج ويكشف على مؤامرة الاغتيال، لأن نحكي معناها اغتيالات في هذا المستوى ويحكي عليها رئيس جمهورية أعلى سلطة في البلاد، يلزمنا كونفرنس دو بريس معناها تعرض هذه المسائل الخطيرة، معناها أخطر ما فما راهو الاغتيال، معناها مش لعب، معناها لا ومتورطه فيه مخابرات اجنبيه، معناها ما عرفش شكون الدوله هذه، شكون معناها الدول اللي نعرفوهم شكون، عندنا الجزائر، عندنا المغرب، عندنا فرنسا، عندنا الولايات المتحده، عندنا اسرائيل، عندنا دوله خليجيه، عندنا تركيا، عندنا قطر، يفهمنا الرئيس شكون المخابرات الاجنبيه ومع شكون تتآمر، خاطر المكالمه يبدو انها موجوده مرصوده من عند السيد وزير الداخليه. الحق يقول مع شكون، ما يعطيش التفاصيل، يعطي المعلومه وما يعطيش التفاصيل. هذه محاوله الاغتيال السادسه، كيفاه ما نعرفوش توا التفاصيل؟ توا فما محاولة بتاع التسميم، قبلها فما محاولة حكي عليها في الصيف، اليوم فما محاولة أخرى، كيفاه؟ نورمالمون معناها اللي حاولوا هذوما راهو عرسوا جابوا الأولاد وعملوا جيل جديد بتاع محاولين أخرين، معناها في الوقت على الأقل لازمنا نعرف واحد منهم شنو هو محاولة، يحاولوا من غير ما نعرفوش حتى تفصيلة، هكا تقعد هكا مبهم، راهو أخطر ما فما، راهو ما نستهينوش، راهو في الوقت يا ولدي راهو حلوا وكالات الأنباء، شوفوا واش يحكيوا على تونس، شنو هي البرقيات الصادرة على تونس، بالكش برقية فما برقية تحكي على السعادة الخام هذيا معناها البروت بتاع السعادة، كلها تحكي محاولات اغتيال الرئيس، اضراب جوع، المرزوقي 4 سنين حبس، اضراب جوع مرة أخرى، محاكمات سياسية، محاكمات تدرى شنو، والكلام هذيا هي على الأقل ما تقعدش في السياق هكا معناها المفرفطة، راهو سابي، راهي أخبار من النوع هذيا سابي، راهي فلوس، راهي الأخبار من النوع هذيا عندها انعكاسات على الاقتصاد، صحيح احنا ماهيش اقتصاد بورصة واقتصاد أسعار ذهب واقتصاد أسعار نفط باش تطيح ولا ولا تطلع، ولكنها سابي المستثمر، عالم المال، عالم الأعمال، رئيس مهدد بالاغتيال، وضع مهدد بالانفجار، خونة يتآمروا، البلاد محتاجة لتطهير، تطهير زاد مصطلح التطهير تبارك الله، معناها أجواء كبيرة في حاجة للتوضيح على الأقل، وهذا أبسط ما يمكن أنه يطالب به العبد وكا. وبالنسبة اللي صاير بينه وبين الطبوبي، سمعت البارح الطبوبي شنو قال؟ الرد كان زاد ماشي للتصعيد برهين، الرئيس يرد عليه، معناها هي ولا حوار إنشائي، أنت تقول العظام أنا أقول العظمة، ماشي ماشي ماشي.